قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نحن ما زلنا في الفصل الرابع وهو عصر التدوين والأئمة المجتهدين، والمقصود بالتدوين تدوين السنة النبوية وتدوين المسائل الفقهية وظهور المدارس الفقهية والمذاهب الفقهية. وكنا وصلنا للمبحث الثالث في المذاهب الفقهية، كيف نشأت ولما نشأت، وما هو المذهب، الفرع الأول في نشأة المذاهب وتكوينها. لقد نبغ في عصر التابعين وعصر الأئمة المجتهدين مجموعة كبيرة من العلماء، وكانت الأمصار في الدولة الإسلامية تزخر بالعلم والعلماء، وكثير من هؤلاء العلماء بلغوا مرتبة الاجتهاد المطلق. تلامذتهم وأصحابهم مجتهدون في داخل إطار المذهب، في مجتهد مطلق وفي مجتهد داخل المذهب اللي هو ممكن يخالف إمامه إذا ظهر له الإيه؟ الدليل على خلاف ما ذهب إليه الإمام، عملا أيضا بتوصية الإمام نفسه. يعني لو قلت على الإمام النووي مجتهد في مذهب الشافعي، وابن قدامة مجتهد في مذهب الإمام أحمد، وابن رشد مجتهد في مذهب الإمام مالك، أبو بكر بن العربي ممكن تعتبره مجتهد في مذهب الإمام مالك، وهكذا. آل تيمية مجتهدون في مذهب الإمام أحمد، عبد السلام وعبد الحليم وشمسهم أحمد، عبد السلام الجد وعبد الحليم الأب والحفيد أحمد اللي هو شيخ الإسلام ابن تيمية. تعتبرهم مجتهدين في مذهب الإمام أحمد. وقد اختط بعض هؤلاء العلماء الأخيار طريقة سلكوها في التعرف على الأحكام، وأصبح لكل منهم تلاميذ وأتباع يتبنون طريقته، وقد عرفت هذه الطرق بالمذاهب.
والمذاهب الفقهية الباقية إلى اليوم المشهور منها أربعة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. هؤلاء الذين اشتهروا، وكان غيرهم في عصرهم كثير، منهم الليث بن سعد وربيعة الرأي والسفيانان، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، وداود الظاهري، ابن جرير الطبري، ابن خزيمة، إسحاق بن راهويه. إلا أن هؤلاء الأربعة المشهورين هم الذين حمل تلامذتهم مذهبهم ونشروه. وقاموا به. ومن ينظر اليوم في المذاهب الفقهية الباقية فإنه يجد أن لكل مذهب بناء فقهيا هائلا له مؤلفاته وقواعده وأصوله وعلماء، وجذور كل مذهب تمتد إلى صاحب المذهب ومؤسسه. مؤسس المذاهب علماء أعلام تربوا على أيدي العلماء الذين سبقوهم وأخذوا عنهم ما حفظوه وفقهوه من ميراث النبوة من العلم الشرعي. وقد كانت البلاد الإسلامية في عصر الأئمة تموج بالعلم والعلماء، وقد استقطبت العلوم الشرعية أصحاب العقول الراجحة والنفوس الزاكية والهمم العالية، فالعلماء بالشريعة كانوا هم أصحاب المكانة العالية المرموقة في المجتمعات الإسلامية. وقد تفتحت عقول الأئمة على أنوار الوحي من الكتاب والسنة من غير أن يعزلها عنه ظلمات التقليد التي منعت العقول فيما بعد من الغوص في الكتاب والسنة، وهي تواجه المسائل والمستجدات والقضايا التي تعرض للمسلمين في ذلك العصر. لقد سما الأئمة رضي الله عنهم ورحمهم الله بما علموه من عالم الوحي إلى درجات راقية، وأحكموا مذاهبهم وقعدوها، وتركوا لمن بعدهم ثروة علمية تعين من وراءهم على معرفة الحق كما تعينهم على فقه النصوص. يقول العلامة أبو شام الفقيه الشافعي: بنى الشافعي مذهبه بناء محكما، ذلك أنه كان اعتماده على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى النظر الصحيح من الاجتهاد. هذا الاجتهاد كان يرجع إلى الكتاب والسنة لا إلى مجرد الرأي، وترجيح أشبه المذاهب بالكتاب والسنة. وكل الأئمة أحكموا مذاهبهم على هذا النهج الذي ذكره أبو شامة. وقد تمثلت مذاهبهم في أقوالهم التي دونوها في كتبهم أو أملوها على تلامذتهم أو أجابوا بها من سألهم واستفتاهم، وقد حملها عنهم أصحابهم وتلامذتهم. وجاء أصحاب الأئمة من بعدهم فكان لهم دور كبير في استيعاب علوم أئمتهم وحفظها ونقلها، ولولاهم لضاعت مذاهبهم وتلاشت. واعتبر بهذا بعالم مصر المحدث الفقيه الليث بن سعد، فإن جمعا من أهل العلم كانوا يقدمونه على الإمام مالك، حتى قال فيه الإمام الشافعي:
ليسوا أفقه من مالك، إلا أن أصحابه لم يقوموا به، أصحاب الليس لم ينشروا مذهبه كما نشر أصحاب مالك مذهب مالك. ولم يقتصر دور أئمة أصحاب الأئمة على نقل أقوالهم واستيعاب ما سمعوه منهم، فقد كان الرعيل الأول من أهل كل مذهب أصحاب عقول راجحة، يعني مش مجرد مقلدة يعني، وكانت عقولهم قادرة على النظر والاستنباط، ولذلك فإن كثيرا منهم كانوا يزاحمون أئمتهم في الاجتهاد، ولم يكونوا يتحرجون من مخالفة أئمتهم. احنا عرفنا في المجموع مسائل خالف فيها النووي الشافعي، ومسائل خالف فيها الشيخ نجيب المطوعي الشافعي، وكانوا يعتذرون للإمام الشافعي بأنهم امتثلوا قوله اعرضوا كلامي على كلام الرسول، فإذا خالف كلامي كلام الرسول اضربه بكلامي عرض الحائط، فقالوا نحن حينما خالفناه فوافقناه، احنا ايه خالفناه ووافقناه في نفس الوقت وعملنا بنصيحته انت عارفين من اصحاب الامام ابي حنيفه محمد بن الحسن ويعقوب بن ابراهيم، الاثنين دول خالفوا ابا حنيفه في تلت المذهب، وافقوه في تلتين ووافقوه وخالفوه في الايه في التلت، يبقى هم كانوا مجتهدين ولا مقلده؟ كانوا مجتهدين، والا كانوا وافقوه في كل ايه راجح ومرجوح، والا كانوا وافقوه في كل راجح ومرجوح. ده بخلاف بعد العصر، خلاف ما سياتي من بعد كده، من بعد عصر التقليد، انت هتسمع بعد كده مهازل في التقليد. يعني واحد من الاحناف اسمه الامام الكرخي بيقول لك كل ايه او حديث خالف ما عليه مذهبنا ها فهو اما منسوخ واما مؤول، كان ربنا نزل من السماء ايه المذهب وليس الكتاب والسنه عند الكرخي، خدت بالك؟ يعني المفروض الايه لو عرضت او السنه عرضت المفروض يعمل بالايه والسنه ويخالف المذهب، قال لك لا الايه دي اما منسوخه يا اما مؤوله، والحديث زي اما منسوخ اما مؤول، ولو نزل عيسى ابن مريم ليحكم في الارض لحكم بمذهب ابي حنيفه. شفت وصل لحد فين التقليد؟ اذا كان الامر عندهم كذلك فلما يدرس الدارس منهم الكتاب والسنه؟ ايه لازمته كتاب والسنه بقى ما دام المذهب هو اللي هو المرجع الاخير راجح ومرجوح؟ ولماذا يدرس التفسير؟ ولماذا يدرس الحديث وعلوم الحديث وعلوم اللغه واصول الفقه والمصطلح؟ الدراسات دي كلها ليه؟ ما دام خلاص الحكايه انحسمت، قال الامام قال الامام، صح كده؟ ايه لازمته دراسه العلوم؟ لذلك احنا بنقول الجماعه اللي هم كانوا بيدرسوا مذاهب في الازهر وبيقولوا بوجوب التقليد، بوجوب التقليد لماذا تدرسون العلوم الشرعية؟ هذا هو السؤال، لماذا تدرسون العلوم الشرعية؟ وهي أدوات لأن ترجح وأن تأخذ الراجح وتترك المرجوح. واعتبر في هذا بالمذهب الحنفي، فإن أصحاب الإمام أبي حنيفة وتلامذته شاركوا الإمام في تأصيل المذهب وإنضاجه، فمدونات الحنفية تذكر أن أصحاب أبي حنيفة الذين دونوا معه الكتب كانوا 40 رجلا. وبعد كده هو هيقول لك المذهب ليس معناه أقوال الإمام بس، ده بتحمل أقوال الإمام وممكن يكون فيها أكثر من قول،
والمذهب بيحمل أيضا أقوال أصحاب الإمام وتلامذته، وبيبقى أكثر من وجه. لذلك أنت هتجد في الكتب اللي هي بتدرس المذاهب دي تقول لك إيه؟ هذه المسألة فيها قولان، هذه المسألة فيها رأيان. لما يقول قولان ورأيان يقصد كلام الإمام نفسه، ولما يقول هذه المسألة فيها ثلاثة وجوه، فالوجوه ليست لصاحب المذهب إنما هي لمين؟ للتلاميذ. الوجوه للتلاميذ والأقوال للإمام، وأصبح هذا مصطلح معروف لمن يدرس في كتب المذاهب، أن الوجوه للأصحاب وأن الآراء والأقوال للإمام نفسه. فأنت ساعات تقول لك مذهب أبي حنيفة كذا، وممكن ما يكونش رأي أبي حنيفة، ممكن يكون رأي محمد بن الحسن، ممكن يكون رأي الحسن بن زياد، ممكن يكون رأي زفر، ممكن يكون رأي كذا، بس هو المذهب سجل هؤلاء على أن هؤلاء هم أصحاب المذهب، ليس صاحب المذهب أبو حنيفة فقط ولكن وأصحابه كذلك فيما رجحوه. نعم. أحيانا بيذكر ذهب الأحناف، يعني مقصود بيهم الأحناف بقى الجمهور الأحناف، جملة الأحناف بس بما فيهم أبي حنيفة. ممكن يبقى القول معاهم أبو حنيفة، وممكن يكون لأصحاب أبي حنيفة، بس المذهب اعتمد هذا القول. بعد كده بقول لك ايه، والكتب المعتمدة عند الحنفية لا تقصر المذهب على اقوال ابي حنيفة. ده الكلام اللي احنا قلناه في الصفحة اللي بعديه. والكتب المعتمدة عند الحنفية لا تقصر المذهب على اقوال ابي حنيفة، فقد يكون المذهب قول ابي حنيفة، وقد يكون قول ابي يوسف يعقوب بن ابراهيم، أو يكون قول محمد بن الحسن الشيباني، أو يكون قول زفر أو الحسن بن زياد. المذهب في اللغة وفي الاصطلاح، المذهب في اللغة هو الطريق الذي يذهب فيه، أي يصار فيه ويمر منه، ويطلق أيضا في اللغة على الشيء الذي يذهب إليه الإنسان سواء كان حسيا أو معنويا. المذهب في الاصطلاح الطريقة التي اختطها شخص أو مجموعة، سواء أكانت في مجال الاعتقاد أو السلوك أو الأحكام. ولا يكون الأمر مذهبا لشخص ما إلا إذا كان طريقة اختص بها دون غيره. فالأكل والشرب والنوم ليس مذهبا، فالأكل والشرب والنوم ليس مذهبا يختص بفرد أو مجموعة. ولا يطلق المذهب عند أصحاب العلم والمعرفة إلا على منهج تكون بعد تأمل ونظر، واختط صاحبه خطة واضحة المعالم بينة الأبعاد تقوم على أصول وقواعد. ففي المعجم الوسيط تعرف للمذهب في الاصطلاح، المذهب عند العلماء مجموعة من الآراء والنظريات العلمية والفلسفية ارتبط بعضها ببعض ارتباطا يجعلها وحدة متسقة. ويطلق المذهب عند علماء الفقه على المنهج الفقهي الذي سلكه فقيه مجتهد اختص به من بين الفقهاء، أدى به إلى اختيار جملة من الأحكام
في مجال علم الفروع، ويقصد به علم الأحكام العملية وليس علم الأصول وليس علم العقائد. فمعروف ان المذهب، مذهب الامام من الأئمة، هو مجموعة الاحكام الفرعية الاجتهادية، وخلي بالك انها الاجتهادية اللي اختلف فيها اجتهاد امام مع اجتهاد امام اخر، لان في اشياء هيشير اليها ان المجمع عليه ليس مذهب، صح ولا لا؟ شيء اجمع عليه العلماء، اجمع العلماء على فرضية الصلوات الخمس، دي محتاجة مذهب. اجمع العلماء على فرضية صوم رمضان، اجمع العلماء على ان الحج فرض في العمر مرة، دي محتاجة مذهب. هذا ليس مذهب، لانه لم يحدث فيه اختلاف ولا اجتهاد بين العلماء، ولا راجح ولا مرجوح، ما اجتمع عليه العلماء وما جاء نصه مجمع عليه او متفق عليه بين الائمة، هذا لا يسمى مذهب منسوب الى احد من الائمة. ولكن غالبا ما تميز به مذهب على مذهب في الامور الاجتهادية، في الامور الاجتهادية التي يحدث فيها المخالفة. المذهب الفقهي هو الأحكام الشرعية الفرعية، فلا عمل للمذهب في الأحكام الأصولية، لا أصول الدين ولا أصول الفقه ولا في الأمور الاعتقادية. فالاختلاف في العقيدة يقسم الأمة إلى فرق، فعلماء المذاهب الفقهية السنية كلهم أتباع منهج واحد في الاعتقاد، يعني الأئمة الأربعة والليث وربيعة والسفيانان وداود الظاهري، دول عقيدتهم واحدة ولهم مذهب واحد في العقيدة، وليس مذهب متعدد. خدت بالك؟ خلي بالك إن الخلاف ما بين أهل الملل، ما بين أهل الملل كفر وإيمان، والإيمان ما بين أهل الملة الواحدة إذا اختلفوا في العقائد إلى فرق يبقى هدى وضلال، هدى مع أهل السنة وضلال مع الخوارج والمعتزلة والشيعة، إلى هدى وضلال. والخلاف في الأحكام العملية بين أهل السنة مع بعض يبقى اسمه راجح ومرجوح، ما يتسماش هدى وضلال فيما يسوغ فيه الاختلاف. خلي بالك، فيما يسوغ فيه الاختلاف يسمى راجح ومرجوح. وساعات يكون الخلاف بين ايه؟ بين صواب واصوب، وراجح وارجح، مش زي ايه؟ تعرفوا زي ايه؟ زي وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم ففهمناها سليمان وكل آتينا حكما. ربنا مدحهم بالحكم والعلم، ومدح سليمان بالفهم. هذا الخلاف الذي حدث ما بين داود وسليمان، وكلاهما نبي معصوم، لا تقول خطأ وإيه وصواب، تقول صواب وأصوب وراجح وأرجح، صح ولا لا؟ لأن الحكم اللي حكم به سيدنا داود حكم عدل، الغنم بالليل كلت الزرع، غنم فلان بالليل أكلت زرع فلان، فسيدنا داود قيم الغنم وقيم الزرع، فلقى
الزرع يساوي الغنم. فقال أكل أهل الزرع اللي أتلف زرعهم قيمته قيمة الغنم، ياخدوا الغنم. دي قضية عدل ولا ظلم؟ عدل. كانت رؤية سيدنا سليمان أصوب، قال إيه؟ قال أهل الزراعة اللي تلفت زراعتهم ياخدوا الغنم ينتفعوا من صوفها ولبنها، وأهل الغنم يزرعوا الأرض لحد ما يوصل الزرع إلى ما كان عليه عند ساعة الإيه؟ الإتلاف. وبعد ما يوصل لهذا القدر أهل الزرع ياخدوا زرعهم وأهل الغنم ياخدوا غنمهم. خدت بالك؟ ما تقدرش تقول سيدنا داود كان أخفق في أخفق في الحكم، وإلا ما كانش ربنا مدحه وقال وكلا آتينا حكما وعلما. المذاهب السنية كلهم أتباع منهج واحد في الاعتقاد، وكلهم أهل سنة، ليس بينهم خلاف لا في الربوبية ولا في الألوهية ولا في الأسماء والصفات ولا في الوعد والوعيد. فلا مذاهب بين علماء أهل السنة في مجال الاعتقاد. والصحابة جميعا على طريقة واحدة في الاعتقاد، ولكنهم اختلفوا في بعض أحكام مسائل الفروع العملية. يعني أنت ممكن تقول حصل خلاف بين سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر في بعض الأحكام العملية. اللي يقرأ كتاب أعلام الموقعين هيجد نماذج مما اختلف فيه أبو بكر مع مين؟ مع سيدنا عمر. كان سيدنا أبو بكر يرى المساواة في العطاء بين الأمة، لما يجي فيء يساوي بين الناس كلها. سيدنا عمر بيقول لا، ليس من سبق كمن تأخر، ليس من سبق ودخل في الإسلام أولا كمن تأخر، اللي سبق ياخد زيادة. نظرة اختلف فيها مع مين؟ سيدنا أبو بكر كان يرى أن الأرض المفتوحة تقسم كالغنيمة بين الأجناد. سيدنا عمر كان له رؤية تانية، إيه هي؟ حد فاكر؟ كان يرى وقف هذه الأرض وتؤجر ويرجع رعها لبيت المال عشان يصرف على الجيوش المجاهدة التي ستقوم بفتح البلاد التي لم يكن فيها مثل هذه الأرض الخصبة، سموها أرض السواد. الأرض الخصبة اللي هي بتزرع سموها أرض السواد، أرض العراق والشام ومصر. انت بعد كده يفتح أرض صحراوية، أرض ايه؟ صحراوية. الأرض الزراعية تنفخ على الأرض الايه؟ الأخرى. فأوقفها لمن هي تحت أيديهم يزرعونها ويدفعون إيجارتها، يا إما إيجارة يا إما خراج. لو كانت تحت إيد مسلم تبقى إيجارة، لو كانت تحت إيد ذمي تبقى اسمها إيه؟ خراج. والخراج ده يدخل بيت المال وينفق منه على الجيوش. لنظرة اختلف فيها سيدنا عمر مع سيدنا أبو بكر، دي أحكام عملية وكثير من مثل هذا. وينبغي للباحث أيضا أن يتنبه إلى أن مسائل الفروع ليست كلها مما يصح أن يدخل في إطار ما يسمى بالمذهب الفقهي. أنا ضربت لكم أمثلة مثل وجوب الصلوات الخمس، دي مش محتاجة ينسب لمذهب. وجوب شهر رمضان، وجوب الزكاة، كون صلاة الظهر أربعا والمغرب ثلاثا، فهذه الأحكام لا تنسب
إلى مذهب معين. فلا يقال إن مذهب أبي حنيفة أن صلاة الظهر واجبة، يتقال كده؟ ولا يقال إن مذهب الإمام مالك أن صوم رمضان واجب، ولا يقال بإن الشافعي مذهبه أن الخمر حرام. ده الخمر حرام عند كل الأئمة، ورمضان واجب عند كل الأئمة، والظهر واجبة عند كل الأئمة. فهذه الأحكام التي لا مجال للاختلاف فيها لكون أدلتها قطعية الدلالة وقطعية السبول وقطعية السبول، إن المسائل المجمع عليها لا يصح أن تنسب إلى مذهب رجل بعينه، وإن كان دليلها ظني الثبوت مثل أحاديث الآحاد أو ظني الدلالة كمثل حكم نكاح المرأة على عمتها وجمع المرأة مع خالتها، هذا متفق على تحريمه عند أهل السنة جميعا وإن كان دليله خبر أحد. احنا عارفين اخوانا كلمة خبر أحد ديت بيتهزلها بعض الناس الذين لا علم لهم، وخبر الأحد حجة إذا جاء عن طريق الثقة، مش كده؟ حجة إذا جاء عن طريق الثقة، والأحاد ذكرنا أن منه الغريب ومنه العزيز ومنه المشهور، وهو أحاد ما لم يبلغ حد التواتر، والمتواتر في الأحاديث معدود محصور قليل. وأحاديث الأحاد حجة في العقيدة وفي الأحكام سواء، وإحنا ضربنا أمثلة بأن سيدنا معاذ راح لأهل اليمن بلغهم الدين عقائد وأحكام، ومصعب بن عمير راح لأهل المدينة علمهم الدين كله عقائد وأحكام، قالوا أنت خبرك واحد ظني وأحاد وكلام من ده، ما تقالش. إمتى يتوقف في خبره؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. طب إن جاءكم ثقة سلمنا بخبره. فما هو المذهب إذا كانت هذه الأشياء المجمع عليها متفق عليها ليست مذهب؟ ما هو المذهب إذن؟ يقول القرافي رحمه الله: لا يقال هذا مذهب مالك أو الشافعي إلا فيما اختص به مالك والإيه والشافعي من الترجيحات الاجتهادية. الترجيحات اللي هي إيه؟ مبنية على ايه يا اخوانا؟ على اجتهاد او مخالفة للغير. او وافق فيه نص هو وخالفه فيه غيره. وقال الدردير في شرحه الكبير: الاحكام التي نص الشارع عليها في القرآن أو في السنة لا تعد من مذهب أحد من المجتهدين. الأحكام التي نص عليها الشارع في القرآن أو في السنة لا تعد من مذهب أحد من المجتهدين. هذا هو المراد بالمذهب، وهذه هي الدائرة التي يصح أن يقال إن مذهب فلان فيها كذا، وهي الدائرة
التي يجوز فيها التقليد إذا لم يكن المرء عالما أو طالب علم. متى يكون المرء مقلدا ويجوز له التقليد؟ إذا لم يعرف ما هو ما يعني إيه دليل. إذا لم يعرف يعني إيه دليل، مش كده؟ احنا بنربأ بطلبة العلم ان يكونوا مقلدين ليه يا اخوانا؟ لانه عارف يعني ايه دليل آية، يعني ايه دليل حديث، يعني ايه راجح، يعني ايه مرجوح. لو كلمت واحد عمي في الشارع بالكلام ده يفهمه؟ يبقى هو بتاع العم ده هو الذي يجوز له الايه؟ التقليد، يعني هو لا يدري يعني ايه دليل. ولا يستطيع العامي أن يميز يا أخوانا ما بين قول العالم وكلام الرسول. بيميز يقول لك لا أنا سمعتهم بيقولوا كده، سمعتهم بيقولوا. وبعض الاتجاهات الإسلامية في العمل الإسلامي النهاردة ها بتربي أجيالها على أن يكونوا إيه يا أخوانا؟ على انهم يكونوا عوام، صح ولا لا؟ بعض الاتجاهات النهارده بتربي الاجيال على ان يكونوا ايه؟ عوام. ولما يكون عامي خلاص الشيخ قال والشيخ رجح، خلصت المساله. اللي هو المربي اللي بيربيه يعني بس. بل ربما يجعل من مخالفة كل إمام مسوغ لأن تتبعه. الأحناف قالوا يجوز الزواج بدون ولي، يبقى الأمر عندهم في سعة. ابن حزم قال الغناء حلال، الأمر في سعة. مش عارف مين قال الموسيقى حلال، يبقى الأمر في سعة. الإمام مالك قال الكلب طاهر، يبقى الأمر في سعة. ويقعد ايه يتتبع رخصة كل عالم، في الاخر ما تلاقيش في ايده دين يتمسك به. والدين قال الله وقال رسوله. الفرع الرابع، ليس كل ما في المذهب يجوز أن ينسب للإمام. احنا قلنا المذهب بيحتوي قول الإمام وأصحاب الإمام وتلاميذ الإمام، مش كده؟ وهناك أقوال وروايات ووجوه، كله ينسب إلى المذهب. مما ينبغي أن يتنبه إليه أن كل مذهب يضم أقوال الإمام واجتهاداته كما يضم أقوال واجتهادات علماء المذهب اللي هم أصحاب الإمام وتلاميذته. ولا يجوز أن تنسب كل هذه الأقوال إلى مؤسس المذهب. إن بعض الباحثين وبعض الفقهاء في كل مذهب نسب كثيرا من أقوال أصحاب الأئمة وتلامذتهم وأتباعهم إلى الأئمة، وليس هذا عدلا ولا صوابا. فمذهب العالم ما قاله وذهب إليه، ومن قول عالما ما لم يقله ونسب إليه أحكاما لم تصدر عنه فقد ظلم وجار. نعم، قد يقال المذهب الشافعي في هذه المسألة كذا، ولا يريد القائل أن الشافعي قد قال بذلك القول، إنما يريد أن هذا الحكم هو المعتمد في الفتوى
عند الشافعية. لذلك هتجد في بعض الكتب يقول لك قال الشافعي وقال الشافعية، مش كده؟ إن العمدة في المذهب قد يكون قولا للإمام نص عليه الإمام، وقد لا يكون قد نص عليه الإمام، إنما نسب إليه قياسا على قوله. يا تصدقهم بإن أصحاب الإمام وتلامذته بيتعاملوا مع أقوال الإمام كما كان الإمام بيتعامل مع النصوص الشرعية؟ إزاي؟ الإمام كان بيبص للنصوص الشرعية يقول لك هذا ناسخ وهذا منسوخ، وعاوزين نعرف في التاريخ والمقدم والمؤخر. مش الإمام كان بيعمل كده مع النصوص؟ وقد يجمع الإمام بين نصين ويقول لوجه الجمع بينهما نقول كذا، جمعا بين الأدلة. فما كان يفعله الإمام مع النصوص الشرعية الأصحاب يفعلوا مع الإمام نفس الكلام، يقول لك قال الشافعي في القديم وقال الشافعي في الجديد، إذا الجديد ينسخ القديم، ويمكن الجمع بين أقوال الإمام على وجه من وجوه الجمع. يبقى عد هو إيه؟ عد أقوال الإمام كالنصوص الإيه؟ الشرعية. المسألة ديت محسومة، بقول لك هنا في الكتاب إن مذهب الشافعي فيه قديم وجديد، أصبح الجديد ناسخ لكل القديم. الإمام الشافعي أصبح له مذهب جديد ومذهب جديد. هذا الذي حدث في مذهب الشافعي لم تجده في مذهب آخر، بل تجد هناك ثلاث روايات عن الإمام أحمد، ما تعرفش أنه القديم وأنه جديد. وهناك قولان لأبي حنيف، ما تعرفش الجديد من القديم. من اللي تعرف جديده من قديمه؟ الإمام الشافعي. وهذا أيضا ما نبه عليه هذا الكتاب. ويدل لعدم جواز نسبة كل ما في المذهب من الأقوال للأئمة أنه لا يجوز شرعا ولا عقلا أن ينسب إلى الإمام قول لم يقله بل قاله أصحابه. وأن كل مذهب يضم أقوالا كثيرة متعارضة متناقضة لمجتهدي المذهب. احنا قلنا كل مذهب له امام، وداخل المذهب مجتهدين في الايه؟ في المذهب، كما ذكرنا عن ابن قدامة في الحنابلة، والنووي في الشافعية، وابن رشد المالكي في الايه؟ في مذهب مالك، وابو بكر بن العربي. فلما تجد تناقض، تجد هذا التناقض بين اقوال مين؟ بين اقوال الاصحاب، أصحاب صاحب المذهب. لم يكن أصحاب الإمام ومجتهد مذهبه يتابعون الإمام في كل ما ذهب إليه من مسائل الفروع. لقد كثر الخطأ في نقل أقوال الأئمة والقياس على أقوالهم والتخريج على قواعدهم، وعد كثير من الفقهاء كل ذلك مذهبا لإمام المذهب. ده بيدعو الباحث والدارس إلى أن يكون إخوانا منصفا، يميز بين أقوال الإمام والأصحاب المجتهدين وبين أقوال المقلدين في المذهب، بين الآراء والأقوال والوجوه.
فلا ينسب لصاحب المذهب ما لم يقله. محتاجة تحري يعني. لقد عمل الأئمة على تصحيح مذاهبهم، ولا شك أن الأئمة أثناء مسيرتهم العلمية كانوا دائمي التصحيح والتنقيح لمذاهبهم، فالأئمة بشر يصيبون ويخطئون، وكلما امتد بهم العمر قويت مالكتهم العلمية وحازوا علما لم يطلعوا عليه من قبل، وهم كانوا أورع الناس وأتقى من أن يقيموا على خطأ تبين صوابه. ذكر أبو شامة أن البويطي سمع الشافعي رحمه الله يقول: لقد ألفت هذه الكتب ولم آل فيها جهدا، ولا بد أن يكون فيها خطأ لأن هذا مرتبط بالبشر، والله تعالى يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فما وجدتم في كتب هذه مما يخالف الكتاب والسنة فقد رجعت عنه. وقال الإمام مالك: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، انظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. طبعا ويؤثر عن الإمام مالك أنه قال: كل يؤخذ منه ويرد عليه إلى صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. عقب أبو شامة على هذين القولين بقوله: وذلك الظن بجميع الأئمة، أنهم أوصوا أصحابهم وتلاميذهم أن يأخذوا برأيهم إذا وافق الكتاب والإيه والسنة، وأن يعلموا من أين أخذوا. وقد وجدنا من الأئمة من دلنا على مساره في تصحيحه لمذهبه وتنقيحه إياه، وعرفنا بالذي صار إليه في آخر أمره، ووجدنا من الأئمة من ترك لنا ثروة علمية فيها الروايات والأقوال في المسائل الاجتهادية، وقلما نجده يبني اختياره فيما تعددت فيه عنه الأقوال. الإمام الشافعي مما يميز مذهبه أنه دون مذهبه بنفسه، وبين قواعده وأصوله التي بنى عليه مذهبه، ولم يكتفي بذلك بل أعاد تصحيح مذهبه وتنقيحه. فمذهبه الجديد الذي دونه في مصر يمثل تصحيحا وتنقيحا لمذهبه القديم، يعني ايه؟ أراح واستراح، وعلمنا من أقواله ما هو القديم وما هو الجديد وما ينسب إليه وما لا يجوز أن ينسب إليه. إن شاء الله هنكتفي بهذا القدر ونكمله تباعا إن شاء الله تعالى.